الماس والكازينو ومثلا هما صاحب اخويا لانه هو الدليل. السلام عليكم اللي دعاه شوف تيفي. السلام عليكم، معكم اكورينا في سمن مدينة تشيرة الجديدة قاطي الصالة عمارة 69 رقم 5. انه هو عندي واحد المحل في المارشي كرو، خلى ليا راجلي واحد المحل في المارشي كرو. 8 سنين انا في المحاكم، من 2013 ما شديتو حتى 2018. بينا هو تعدوا عليا ولاد راجلي، دار لي الحاج، كلاو لي رزق ديال ولادي. عندي 3 د الايتام، دراري قاصرين، ولادهم ما عمر سول فيهم، قلعوا ليهم الحق ديالهم، ودابا كيطلع عليا وكيهبط لي في المحاكم. انا امراه ارمله مريضه في السكر، مريضه بالاعصاب. داو لي رزق ديال ولادي وتعدوا عليا 6 د الاولاد، ولاد راجلي واولاد المراه اخرى. وجا واحد المحل بيعت هذاك المحل في المارشي كرو، جا صاحب خويا حتى هو كمل داكشي اللي خاص، دا ليا شي البركه وتعاون. وغي قال لي سي دعوا ليا، جا عندي بين قال لي اختي غنساعدك، كيقلب عليا قال لي كنساعدك، انت يا ما قارياش، انت يا ما عندكش اللي غيوقف معاك. فعلا عندي خوتي ولكن مساكن خدامين وكاريين، يعني جاب الله جريت معايا هذيك خوتي، ما خوتي الله يعمرها دار، ولكن يعني جاب الله جريت خوتي انايا، ما عندي باش نعطيها لهم. واحد بكره ب20، واحد بكره ب30، وعندي الدراري الصغار وعندهم مسؤوليه كبيره. وجا السيد قال لي يا صاحب خوك لمده 30 عام، العشره ديال 30 عام غنوقف معاك حتى تكتبي الدار ديالك وتقد المسائل ديالك، حتى غنوقف معاك بدون شي حاجه، بين على جر بيني وبين الله وهلا اهل الايتام. وداني انا واحد المراه بغيت نشتري عنده الدار في العماره 69 الرقم 5، سيدة دات دابا 47 مليون، وجات باش تقطعي ليا الضو، وجا صحاب الضو ثلاثة د المرات رجعتهم، درت ليهم الشكاية بأن هو ما يخلي ليا الضو. سيدة 47 مليون ماشي الثمن ديال الدار، الدار ما فيه القبص، ما فيه حتى شي حاجة نصبت عليا حتى هي. وقف معايا الحسين هذاك صاحب خويا دي بلا مش تمر جميع، وسيدي وقف معايا، داني قال لي غنديك عند واحد النوطير، نوطير صاحبي غيوقف معاك قاريه، انت ما فاهمه والو. الدنيا عند النوطير صاحبو في العمارات الفارض ديال نزكان، ودالية عند صاحبو النهار الاول حطيتي السيده 28 مليون، وهاد السيد مشى معايا خرجنا 17 مليون و700 عند القدام ديال المديره ديال البنك الشعبي. سيده شدوا الفلوس بيديه، انا ما مسيت هاد الفلوس وحطوه في طوموبيل، قال لي غنخلي عندي هاد الفلوس، ما ربما ما ياكل لك الشفار ولا يسرق لك شي حد ولا يتعداك شي حد. سيد تعداو عليا دابا وخلى لي 3 د الايتام بدون الماكله بدون حتى شي حاجه. انا مريضه، ما كناكل الدواء ديال السكر، ما عنديش باش نشري الدواء ديال السكر، ما عنديش باش نشري ديال الاعصاب. ودا ليا السيد رزقي ومشى عند الناس في الدرار، شد عندهم 4 د المنايل. 17 مليون اللي خرجناه داروا، قال لي غندير معاك شي الانتزام، انا ما قارياش ما فهمت انا والو. قال لي مشى داروا في الانتزام 17 مليون وحيد فيها بعض المليون ونص سرقوا. ومشيت انا ردت الانتزامي السيده، قلت لها شحال فيه، قالت لي السيده قدا وقدا. مشيت عند هذاك المديره ديال البنكه، قلت لها استاذه هذاك النهار وريها لي، بعثي لي الوفير ديال البنكه شحال خرجت، لقيت انايا 17 مليون و700. لقيت السيد حيد داك الطرف ودار الانتزام، ودار السيد الفلوس في الشركه ديالو وخدم بهم، قال لي غنعطي لك 30000 شهريا حتى تجي السيده مولات الدار باش نعطيها ليه. السيده جات من فرنسا، عطى ليه ليترات في الفلوس ديالي، ليترات ما عنده الدليل في شحال عطى ليه، ولا السيده ورات ليا سميتو، اذا نصبوا عليا بثلاثه، لا نوطير لا هذاك مولات الدار لا هذاك صاحب خويا. دابا انا مضروره السيده جات باش تقطعي لي الضو، ولاد كيحفظ يعني جاب الله، درت غير معاه الوعد بالبيع. نوطير دار لي واحد الفخ، السيده مولات الدار دارت لي الفخ، هذاك السيد صاحب خويا دار لي الفخ. هزوا 47 مليون اللي دات مولات الدار، ولا درت غير معايا الوعد بالبيع. الدار غتمشي ليا، وهذاك القضيه اللي دار ليا النوطير. والسيده هزات الفلوس، والسيده كبيره يعني جاب الله، مات انا غنبقى انا ولادي في الشارع، ما عندي باش نبيع، ما عندي الدار، ما عندي لشي لانتريت، ما عندي والو.
والسيد قلتها كان اتصل معاه كان يقول ليه اعطي لي الله يرحم ليك الوالدين الرزق ديال الايتام، ما عنديش باش ياكل ولادي. ومشيت انا دابا درت الكريدي، هزيت 100,000 ريال في الامانه، ما عنديش دابا باش نخلص الكريدي ديال البنكه. السيد باع جبت المفوض القضائي، بعت درت لي هذاك سميتو انذار بينه، هو عطي لي ربي الفلوس ديالي. المفوض القضائي هو خرجت مرته سنات بانه هو ماش وصل بسميتو بلي انذار. وسيد تلاقى معايا في الرامبون ديال التشايره، جيت انايا فين زكان وقف قال لي خسرتي لي العلاقه مع مرتي، جيتي جبت لي المفوض القضائي شوهتيني مع ولادي درتي لي. قال لي اقسم بالله العلي العظيمين اني، قال لي اني ما رديتك جحيم، قال لي ماشي انا فلان. الله يرحم لكم الوالدين، هاد السيد نصب الطوموبيل ديالو والسيد هددني. انا عندي 3 دراري خافت منهم، وانا كنخرج انا مرو راجل كنمشي كنسخر كنتقدى ولادي كندور انايا سميتو، انا ما عندي اللي غيتعاون معايا. السيد هددني بان هو قال السيد دابا هذا الدار اللي مشيت مع المفوض القضاء باعو السيد ب 190 مليون ومشاكره.